بص بقى، احنا خلصنا عرض الايه، الربع فرخه والنص فرخه والفرخه في الايه، في العندليب. قلنا كل يوم لازم نجيب لكم عروض، او كل فتره لازم نجيب لكم عروض. خلصنا 3 ايام العرض ده، عجبهم جدا الناس العرض واستفادوا بيه مجموعه كبيره جدا معانا من على الجروب. قلنا نطلع بعرض جديد برضك يشجع الجميع. على التيك اواي هيروح بقى ياخد صدمه على طبعا الصدمه دي اساسا. استلم لنا بقى الشاورما ده، يلا ياخد الصدمه عشان نبدا العرض بتاعنا. كله يجمع معانا يلا عشان نشوف ايه العندليب هيعمل عرض ايه النهارده. كله يجمع معانا عشان نشوف العندليب السوري بشارع الجيش بالوراق امام كشري ابو ايه عرضه ايه النهارده. اللي انتوا عاوزين عليه عروض احنا هنعملها لكم. رماس محمد منورانا في اللايف. ولو العرض عجبكم يا جماعه يا ريت شير ومنشن بقى لاصدقائنا واصحابنا عشان كلهم يستفيدوا من العروض دي يا جماعه. لو العرض عجبكم النهارده منشنات ومشاركات بقى. مش عاوز دول الشاورما اللي هي استاذ شاورما السوري من عند العندليب السوري. بياخد وقت قد ايه بقى الشاورما؟ الشاورما 5 دقايق بس لبين ما 5 دقايق. 5 دقايق هيطلع لنا السندوتش خلاص. آه على اللي طول. انت عملته آه على طول عشان نحطه مع العرض بتاعنا فورا على طول. بس هو ايه الفكره ان احنا الحاجه فريش، يعني بيجي الزبون انا بولع على السيخ عشان اديله ايه السندوتش يكون حاجه سوف. فريش على طول حاجه آه سخنه. طب احنا عاوزين يلا جوعتنا ماشي على طول نعمل بسطه كده على الجيران. عاوزك تزعقلهم. انا عاوزك بص بص اديهم كده صوت كده يا اكرم. ايوه حصل ايه بالسندوتش؟ لا قوي قوي قوي. انا عاوزك بص وريهم العين الحمراء والمصر ماشي في اللايف كده. يلا يا اكرم استعجل يا اخي. ايوه كده ايوه كده. ربنا يقدرنا على تهدية النفوس. يلا يا اكرم بص بالمصري. يلا يا اكرم مش يلا يا اكرم. مش هيسمع مش هيسمع صوتك كده. الناس تجمع بقى معانا عشان نشوف العرض بتاع النهارده. وانت قولوا لنا هيعجبكم ولا لا. لو عجبكم العرض يبقى احنا يوم ويوم هنجيب لكم عروض من العندليب الايه السوري. يلا يوم ويوم عروض يوم ويوم عروض. اه تعالوا بقى نروح على العرض. حبيبي بصوا بقى يا جماعه نسمي الله كده نسمي الله ونصلي على النبي كده. اللي معانا كلهم يصلوا على النبي في التعليقات كده اهو ونقعد كده. المنظر الجميل ده اللي يفتح النفس ده ده جزء من العرض النهارده. عرضنا النهارده رغيف العيش السوري الجميل ده مع الرز البسمتي مع ربع الفرخه مع البطاطس مع المخللات السورية الجميلة. كل ده جزء من العرض. تقول لي ليه يا عم محمد هو العرض ايه؟ اقول لك اقول لك العرض عبارة عن الطبق ده كله بكل مشتملاته زائد رغيف او سندوتش الشاورما السوري الجامد طح
الجبار يعني كل ده مع بعضه وبكام؟ بمية جنيه فقط تحصل على اقوى عرض. حبيبي تسلم ايدك اهو، ادي العرض على بعض، ادي العرض على بعض، ده العرض. كل ده من العندليب السوري بمية جنيه، كلمة السر محمد عرفة، تحصل على أقوى عرض بمية جنيه. عرض الأكيل يعني تاخد ربع الفرخ والرز والبطاطس والمخلل والتومية والعيش. بص 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 يا لهوي على الجمال. بص حط كده بقى، أيوه بص القرمشة، بص القرمشة والحلاوة. يبقى كل ده كده اهو، وتومية عاوزها سبايسي شغال، عاوزها تومية باردة شغال. كده العرض بتاع النهاردة هيقعد لمدة كام يوم؟ عايزين نعرف العرض هيقعد لمدة كام يوم، عشان احنا امبارح كان اخر عرض للربع فرخة والنص فرخة. النهاردة بدأنا بالعرض الجديد، نشوف لكم العرض ده هيقعد كام يوم. ولو العرض عجبكم يا جماعة يا ريت مشاركة الفيديو، مش عاوزين اكتر من مشاركة الفيديو. لو العرض يومين يعني النهاردة وبكرة، ولا بكرة وبعده؟ بكرة وبعده، يعني النهاردة وبكرة وبعده، ثلاث ايام كده يعتبر. النهاردة وبكرة وبعده يعني الثلاث والاربع والخميس. العرض ده اخره يوم الخميس بالليل، عرض الثلاث ايام، الثلاث والاربع والخميس. ندوم معاكم كده. بص بص الجمال، بص قطعة الشاورما. الله عليك، تسلمي يا رميس، بتغريني كده، بيغريني كده. بص 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 الحركه دي بقى، مين هيجي ياخد دي منه؟ انت اللي هتاكلها والله، انت اللي هتاكلها يا منعم. اوه يلا حلو، هجيب لك غيرها كمان. تمام هجيب لك غيرها. الراجل ده بيهتم بيا قوي، الراجل ده بيهتم بيا قوي والله. واي حد هيجي من على البيتش برضك هيهتم بيه. يبقى باكد تاني على عرض الدمار، عرض الجنان، عرض الاكيل. لو انت اكيل قوي ب 100 جنيه كل الاكل ده هينزل لك. لو انت اكيل قوي ب 100 جنيه هتاخد العرض ده كله. ساره بتسال العنوان فين؟ العنوان اول شارع الجيش امام كشر ابو ايه الوراق. اول شارع الجيش امام كشر ابو ايه الوراق. اول شارع الجيش امام كشر ابو ايه الوراق. العنوان سهل وما يتوهش، عنواننا سهل وما يتوهش. تيجي شارع الجيش بالوراق تدوق اجمل شاورما. ايوه طب بقول لكم ايه، هو ده العرض بس؟ لا تعالوا مع بعض بقى اوريكم جمال البروستو عند العندليب عامل ايه. تعالوا مع بعض. الله ينور، اجمل كريبات منورين. تعالوا مع بعض بقى جوه. السلام عليكم. جيت لكم بقى في القسم الايه اللي بيجيب من الاخر. القسم بقى فيه سندوتشات الكبد والقوانص، شيش تاووك. تعالى 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 هتجيبك، تعالى هتجيبك. ده بقى البروست، بروست. بص بقى البروست،
سبايسي. سبايسي يا لالا بيض على السبايسي. بص 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 يا جماعه المنظر. استنى بقى كده، استنى كده، ارفع الطبق ده كده يا محمود، هات هنا، ما تجينا خلوه بره، خلوه عشان الشبكه، عشان الناس لازم تشوف الكلام ده. ايوه حط هنا كده، ده سبايسي، ده بروست. بص اول ما فتح قطعه البروست، افتح كده خلوه للقطعه الثانيه، ده اول سبايسي. بصوا السبايس يا جماعه، الصوص جوه البروست، الصوص السبايس، ده سبايسي سبايسي. ايوه ده بيتحقن سبايس، هذا سبايسي عشان في ناس بتاكله دم. تمام، لا يا حبيبي قال سبايسي، هو باين ده عشاق السبايس. ده البروست مع البطاطس بقى دي السخنه، قطعتين معاهم بطاطس وتوميه والمخلل، معاهم عيش، ورغيفين عيش شامي. بكام؟ 63 جنيه. ولو بارد مش سبايسي 60 جنيه فقط. يعني لو انت بتاكله بارد مش سبايسي 60 جنيه فقط. في فرق بالسعر عشان فرق ال 3 جنيه بس، ايه حقن السبايسي. تمام، عايزين سبايسي ولا اه تاكل سبايسي؟ انا كنت ايه خير، نرجع تاني للسبايس وبعدين نروح مع دروب الهرس. بص بص يا ليلى بيضة، اول شيء أيوة. طعم متابعين. ايوه اكل المتابعين تحتنا انا. شيل استاذ محمود هو عم ياكل. تمام، محمود بيخاف من الحسد، بياكل سبايسي، ده بياكل اي حاجة. ايوه دي راحة المحمود اهو. يبقى كده يا جماعة، العرض الاولاني ربع فرخة زائد عليكم السلام، ربع فرخة زائد الرز زائد البطاطس زائد التوميه زائد المخلل زائد العيش زائد سندوتش الشاورما الجبار ب 100 جنيه فقط. لو عاوز اثنين قطع بروست مع البطاطس مع التوميه مع المخلل مع اثنين رغيف عيش ب 60 جنيه لو بارد، لو سبايس 63 جنيه. بص 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 بالكميات. ماشيين العرض بالكميات، عندك حضرتك كريسبي الاوردرات طالعه بالكميات. هات واحده، هات واحده على السريع. جامد اول السبايس ده يا جماعه. بص لي بقى الحلاوه هنا، بص 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 اقطع دي، ده ايه بقى؟ كريسبي؟ لا دي كريسبي، كريسبي حسب الزبون، عايز عايزه جوسي يصير جوسي، عايزه زياده يصير زياده، عرفت؟ زي ما الزبون عاوز. أيوة. بتعمله اذا عمله. ايدك كده تقيل على ايدك صح؟ تقيل قوي. تقيل بايدي بايدي، بقول له تيجي على ايدك. الله ينور. كله يجي النهارده على حازم. ما بتسلم يعني على حازم؟ سلم على حازم، سلم سلم. ايوه الراجل ده شايل حمل كبير قوي يعني، جندي المجهود. والله بجد ما باجيش مره الا لما الاقيه مرس. بسم الله ما شاء الله كده عينك. مين هيجرب البروست او عرض اليوم النهارده الفراخ مع مع الشاورما؟ اطلب وانا موجود. طلع لك اوردر ايه؟ ايوه نجم العروض اللي بيطلع لكم كل يوم عروض، كل يوم عروض. عم تفاجئني، عم تفاجئني الي يا زلمه. ايوه ما لازم يفاجئك الي، عم تفاجئني. كل يوم يفاجئ خالد جاهزين عرض جديد. طب قول لهم برضه على الوجبات العائليه في البروست، الوجبات العائليه في البروست وضعها ايه؟ ايه؟ 12 قطعه بس والله ما عرفت السعر. انا في حد 12 قطعه؟ ايوه في 12 قطعه، في اربعه ده نفس الفرق بس كل ما بيزيد عدد القطع كل ما العرض يزيد. ايوه 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 في سبايسي وفي عادي برضه، وبرضه اللي عايزين كريسبي سبايسي كمان بصير سبايسي عادي، عرفت؟ جميل. ايوه
شوفها كده عشان انت جوعتنا والله. انا جوعت كل متابعينا. جات معاكم انا برضه. تمام. طب مين اللي هيطلب دلوقتي على اللايف ونطلع له اوردره كده على الهواء؟ اللي هيطلب دلوقتي حالا ايا كان العرض او البروست. مش هينفع كده الكلام ده. هو فين؟ بسم الله يا جدعان اهو. طيب صح. العنوان شارع الجيش الوراق امام كشري ابو ايه. طيب 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 الله ينور. اللي هيطلب دلوقتي مين على الهوا؟ طب استنى اعمل لك ورقه. احنا دمرنا السبايس. دمرناه. ايه؟ الحد بتاعه السبايسي بتاعته كويسه؟ جميله والله. تسلم ايه؟ يعني انت بتاكل سبايسي؟ انت بتاكل سبايسي؟ اكيد طبعا. حسيت ايه ولا لا؟ بكام الشاورما السوري؟ ب50. بس انت لو خدت معاها وجبه تانية ربع فرخه زائد رز زائد ده وجبه متكامله بالبطاطس والرز بكل حاجه بالعيش المفروض بدل 120 ب 100 جنيه بس. لكن الشاورما لوحدها سندوتش ب50. الله ينور. الله ينور يا رجاله. ايه اول حد هيكتب ثلاث مرات العندليب السوري مطعم العندليب السوري؟ ايوه. هياخد واحد شاورما فور فري اصلا. يبقى بيسالوا في توصيل؟ اه متاح التوصيل ورقم التليفون مكتوب في شرح الفيديو فوق. بسرعه بسرعه حبايبنا يجمعوا العشاء الهدايا والمسابقات. ايوه. بيقول لك ثلاثه ورا بعض كومنت بدون ما حد يقاطعك. ثلاث كومنتات ورا بعض مطعم العندليب السوري بالوراق ثلاثة ورا بعض. تكسب معانا واحد شاورما هدية. تكسب معانا واحد شاورما هدية. واحد شاورما هدية. مطعم العندليب السوري. لا مطعم العندليب السوري مش العندليب السوري بس. مطعم العندليب السوري. كفاية أكلة محمود. محمود عمال يسلك. ده أنا شايفها نجم كله. ثلاثة كومنت ورا بعض بدون ما حد يقاطعك. مطعم العندليب السوري. تكسب واحد شاورما جبار مطعم. ايوه منا عملت واحد صح. السوري مش الاسمر. السوري السوري. مامت عمار. تمام. مطعم العندليب السوري. ايا محمد قطعت عليها. الله. عمرو خالد. ايوه يلا مين اللي هيكسب معانا؟ مطعم العندليب السوري. مطعم ثلاثة كومنت مطعم العندليب السوري. ثلاثة كومنت ورا بعض مطعم العندليب السوري. لسه ما بيقطعوا على بعض اهو. عبال ما تقطعوا كده اكون انا قطعت. اكون انا قطعت الحته الكريسبي السبايسي دي. اي محمد شكلها تعملها. اي محمد شكلها تعملها. قطعت عليها منا. اي محمد يلا يلا يا آية. مامة عمار دخلت. اي محمد مامة عمار. اي محمد اتنين مامة عمار. الله عليك. ايوه كده جوعنا. اتنين بطاطس يلا. سارة مامة عمار. سارة ايه. دخل بيها. دخلت ساره. قطعت عليها مامة عمار. مامة عمار اتنين. ساره قطعت عليها. رميز دخلت بصت الكره. دخلت منا. هي بتوصل اللعب. هي اتنين. مامة عمار قطعت عليها. يا ليله بيضه يا ليله بيضه. واحد سندوتش شاورما حكايه. اللي هيعمل ثلاثة ورا بعض
بدون ما حد يقطع. ثلاثة كومنت ورا بعض، ثلاثة كومنت ورا بعض، ثلاثة. آية يا لولا بيضة منا قطعت على آية. ها 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 مين؟ مين؟ قطعت عليها سارة، كان اثنين اثنين. مصطفى، أستاذ مصطفى، يلا كان منا عمار. مامة عمار آية. يا هلا محمد عبده فينك؟ لا مطعم العندليب السوري. ثلاثة كومنت مطعم العندليب السوري. مامة عمار اتنين، روان قطعت عليها، لسه داخلة قطعت عليها. الموضوع سخن يا جماعة، الموضوع سخن بجد، الموضوع سخن، الموضوع سخن. الله عليك، الله عليك وعلى الحماس. ليه مامة عبده بتكتب تم؟ محمد عبده بتكتب تم ليه؟ اكتب مطعم العندليب السوري. آية اتنين و... آية اتنين لناس. يلا يا جماعة تلاتة، تلاتة بس، تلاتة ورا بعض بدون ما حد يقطعك. مطعم العندليب السوري تكسب أجمل سندوتش شاورما. قول يا أحمد تعالى هات من العندليب. يا أحمد تعالى هات من العندليب. عينينا الاتنين. أحلى محمد عبده في الدنيا. يا ترى مين اللي هيعملها؟ يا ترى مين اللي هيعملها؟ يا ترى مين؟ تتوقع كده مين اللي يعملها؟ أنا أتوقع مامة عمار. مامة عمار؟ لا بس المنافسة قوية. مامة عمار قربت كذا مرة. بس أنا شايف منافسة قوية جدا. ايه. عملتها؟ ايه. مبروك مامة عمار. تعالي بقى نشوف لك السندوتش بتاعك. أحلى سندوتش شاورما لمامة عمار، عملتها مامة عمار. اعمل بقى سندوتش شاورما لمامة عمار، ألف ألف مبروك على الهوا. سندوتش شاورما لمامة عمار فازت معانا بثلاثة كومنت ورا بعض. مامة عمار يتعمل لها على الهوا سندوتش شاورما أهو. طلع لك بقى العيش السوري وجماله، العيش السوري وجماله، ويتحط جواه قطع الشاورما. خلاص كده مامة عمار كسبت، بنقول لها ألف مليون مبروك. ايوه اوعى. هنعمل لك السندوتش على الهواء، على الهواء مباشرة. أجمل سندوتش شاورما لمامة عمار، عملت ثلاثة كومنت ورا بعض بدون ما حد يقاطعها. والفراخ وهي بتتدلع كده عند العندليب السوري. لا ما خلاص، مع اول حد مامة عمار، ما هو واحد اللي بيكسب بس يا جماعه. خلاص يا روان. اوعى. احنا هنذبح ولا ايه؟ هنسلخ؟ ماشي هنذبح الشاورما. ماشي اهو. يلا يا غالي. ايوه يا غالي نخمرها. خلاص كده الف الف مبروك. يلا سندوتش الشاورما مامة عمار على الهوا. يا منا اللي عمل اول حد مامة عمار، واحنا على الهوا كنا بنشوف الكومنتات. هي واحد صاحب المكان قال واحد، اول واحد يعملها هو الكسبان. واللي ما كسبش هنا في حاجات كتير تاني بيكسب فيها ان شاء الله. يعني احنا مش ثابتين في مكان واحد، بنجيب لكم عروض من اماكن كتير وهدايا برضك من اماكن كتير. ازيك طالب ايه؟ اللي انا لسه منزلها من شويه.
هتاخد اللي هي ب 100؟ يلا انت قال بروست. تعالى تعالى انا جاي معاك، طلع لك الوجبه، اعمل لنا بقى سندوتش الشاورما حكايه، زود لها زود لها خيار مخلل بيبقى طعمه حلو. عاوز اي حاجه تانية غير الخيار المخلل زياده؟ وزود لها شاورما بقى بالله عليك. ماشي شاصي. اول اوردر اهو، اول اوردر اهو، تعالى. يا خلود يا خلود، عاوزين اول اوردر بروست، اول اوردر بروست يتعمل له بقى سبايس ولا عاده؟ عاده ب 60. مش هوصيك بقى، مش هوصيك بقى. استاذ روان ممكن بعد اللايف اتكلم حضرتك عادي؟ مفيش مشكله، لو في اي حاجه احنا معاك. منظر الاكل عجبك صح؟ صح. ونزل لك على طول؟ متابع انا على طول. متابع على طول يعني العرض كويس عجبك؟ كويس. تدوق بقى وفي كومنت كده تقول لنا رايك. ماشي ماشي ماشي. اول اوردر هحط لك طبق بطاطس، وهيطلع لك طبق بطاطس كمان هديه عشان ماشي. انت اول اوردر ظبط له قطعتين بروست كده، ايه يرموا العظم كده. ماشي، واحنا كده بقى بنقول كل سنه وانتم طيبين، وانتظرونا في عروض تاني كتير مع ايه؟ محمد عوض حبيبي.